دائما مع المجاملات، دائما مع المشاعر، خلوها بعيدة عن ريادة الأعمال والعمل والوظيفة وكل شيء. ترى في ناس تستغل، هي موجودة على أساس تحاول تبني نجاحات منكم أنتم، بس من يوم ما تطلعوا هذه المجاملات من نفس أعمالكم حتلاقوا أن أموركم تمام. الصفر هو أعظم رقم. لا تصرف ما لا تملك. هالصفر يجي معاه أشياء كثيرة، إنكم في أعمالكم ما تبدأوها بالدين.